شوفوا ادريس المحيرسي امام مساعد الجزيري، كانت محاوله لاسترجاع الكره من مساعد الجزيري، وايضا فما التحام بين مساعد الجزيري وادريس المحيرسي. الاشاره من الحكم وليد البناني، اذا ننتظر في تنفيذ ضربه الجزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي، والهدف الاول، الهدف الاول لصالح الترجي الرياضي التونسي. واحداث الفارق من جانب طه ياسين الخنيسي، وتسع الاهداف في الرابطه المحترفه الاولى، ويلتحق مؤقتا بعلي معلول بالنسبه للهدفين. اذا تسع اهداف طه ياسين الخنيسي، وتتغير النتيجه حاليا في الملعب الاولمبي بالمنزه لصالح الترجي الرياضي التونسي.